أهلا بكم يا أصدقائي مع السلسلة الجديدة الشطرنج الذهبي اللي هنشوف فيها حوالي 30 دور اخترتهم بناء عن مواصفات محددة زي قوة اللاعبين وجمال الدور والخطة المحكمة، بحيث إن الفوز لم يكن يعتمد على الحظ وإنما على البناء المحكم للدور في مختلف مراحله، وبالطبع النهاية الجميلة الرائعة. هتلتقي بأشهر نجوم الشطرنج على مر العصور، وكل دور هنتعلم منه درس جديد. وزي ما تعودنا، شعارنا هو الدراسة الجادة للشطرنج مع التمتع بفنونه، وأملي إنك بعد كل فيديو يزداد حبك وتعلقك بالشطرنج. وأرجو إذا أعجبك محتوى هذا الفيديو لا تتردد في الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والمشاركة بتعليقاتك. سلسلة الشطرنج الذهبي فيديو رقم 21 بعنوان الدور الخالد لريتي. اللاعب التشيكي الكبير ريتشارد ريتي بيلعب مع اللاعب الألماني أفون بيجوليبوف اللي كان مرشح لبطولة العالم أكتر من مرة في مسابقة أسترا 1923 بافتتاح الدفاع الفرنسي. الدور ده واحد من أمتع أدوار الشطرنج في التاريخ، فمن المعروف إن الهجوم إذا بدأ بدون قوات كافية أو ظروف ملائمة هينتج عنه فقدان المبادرة إذا تم الدفاع بكفاءة، وريتشارد ريتي جسد هذا المبدأ في هذا الدور. لكن بجانب أسلوب ريتشارد ريتي في الدفاع والهجوم، لازم نلاحظ التوافق العجيب والتحركات الغير معتادة للحصان، بالإضافة إلى بعض اللمحات الفنية اللي واصل ريتي إظهارها طوال الدور. يلا نستمتع بدور جميل. بوجودي بوف بالأبيض ولعب E4 وريتي رد E6، وبكده دخلنا في الدفاع الفرنسي اللي بيكمل بالنقلات المعروفة D4 D5 نايت C3 نايت F6، وهنا الأبيض لعب E5، وبكده دخلنا في الدفاع الفرنسي تفريع التقديم. ريتشي بيقول ان هو كان متوقع من بوجوليبوف بدل النقلة E5 انه يكمل بتفريعه المفضل اللي بيبدأ ببيشوب G5 وبيسمى تفريع أليخين. الفيل بيربط الحصان على الوزير، وبعد البيشوب E7 الأبيض بيلعب E5 طالب الحصان، وبعد نايت D7 الفيل الأبيض بيصبح مطلوب، وهنا أليخين أنشأ تفريعه الهجومي اللي بيبدأ بH4. البيدق بيحمي الفيل، وفي نفس الوقت الأبيض بيضحي ببيدق في سبيل فتح العمود H أمام الرخ، والأسود بيكمل بيشوب G5 HG5 كوين تيكس G5، وكده الأسود فاز ببيدق. لكن الأبيض مع المبادرة وبيلعب نايت H3 بيهاجم الوزير، الوزير بيتراجع إلى المربع E7، والأبيض بيكمل بكوين G4. الوزير طالب بيدق G7 وبيجبر الأسود على لعب G6 نايت F4 A6، والأبيض بيبيت في جناح الوزير، والتفريع ده استخدمه بوجوليبوف سابقا وفاز فيه بعدة مباريات متألقة. لكن على أي حال بوجوليبوف ما دخلش في البيشوب G5، إنما لعب الE5، والأسود كمل نايت D7 كوين G4. الأبيض مش طالب البيدق G7 لكن بيضغط عليه، وبذلك بيجعل الفيل الأسود أسير لا يستطيع التعبئة، وإلا هيترك حماية بيدق G7. وبما ان الابيض بيهاجم في جناح الملك، فان الاسود تلقائيا هيعمل هجوم مضاد في جناح الوزير، وبالفعل ريتشي لعب C5 وبيهاجم الوسط. والنقلة دي بجانب انها بتهاجم الوسط الا ان ايضا لها تهديد تكتيكي، لان الاسود بيهدد بسي تيكس D4 طالب الحصان كوين تيكس D4، وهنا الاسود هيلعب نايت C6 نقل التعبئة، وفي نفس الوقت بتمبو على الوزير، الاسود هيفوز ببيدق. وده اللعب الصحيح في هذا التفريع من الدفاع الفرنسي. وهنا بوجوليبوف بدأ بهجوم غير ناضج ولعب نايت B5. الابيض متلهف على الهجوم، ولكنه بيخترق مبادئ الافتتاح لانه عبق جناح الوزير وترك جناح الملك بدون تعبئة،
وفي نفس الوقت بيحرك الحصان مرتين في مرحلة الافتتاح، وبذلك الأبيض اخترق مبدئين من المبادئ الرئيسية في الافتتاح، وده كله من أجل إنه بيهدد بنايت دي 6 تشيك، والفيل لو أخد هيترك بيدة الجي 7 بدون حماية. على أي حال الأسود كمل سي تيكس دي 4، والنقلة دي لها أهمية كبيرة زي ما هنشوف فيما بعد، والأبيض بيكمل نايت اف 3. لو الأبيض ملعبش النايت اف 3 وفورا لعب النقلة نايت دي 6 تشيك، الأسود هيكمل ببساطة بيشوب تيكس دي 6، وإذا الأبيض كمل في خطته بكوين تيكس جي 7 الأسود هيلعب ببساطة بيشوب تيكس اي 6 طالب الوزير، وفي نفس الوقت بيحمي الرخ، وهنا بان فائدة التكسير على المربع دي 4 أولا. لكن على أي حال بوجليبوف ملعبش النايت دي 6 فورا، إنما كمل بنايت اف 3 نايت سي 6 بيحمي البيدة. لكن حاليا الأبيض ممكن يكمل في هجومه بنايت تيكس دي 6 تشيك بيشوب تيكس دي 6، والأبيض لعب في أمان كوين تيكس جي 7. الموقف حاليا هو موقف هجوم للأبيض، لكن الأسود من النقلة القادمة هيبدأ في معاقبة الأبيض على هذا الهجوم الغير ناضج، وحنبدأ المرحلة الأولى بعنوان طرد الهجوم بالنقلة القوية بيشوب تيكس اي 5. الأسود بياخد البيدة رغم إنه محمي بالحصان، لكن بعد نايت تيكس اي 5 الأسود بيلعب ببساطة كوين اف 6 وبيكبر تكسير الوزيرين، وبينهي الاستعراض اللي قام به الأبيض، والمحصلة النهائية هتكون فوز الأسود ببيدة. على أي حال الأبيض مجبر على لعب كوين تيكس اف 6 نايت تيكس اف 6، وحاليا الأسود فائز ببيدة، والأبيض بيحاول يعوضه ولعب بيشوب بي 5. الأبيض عشان يسترد البيدة عليه إنفاق بضعة نقلات لكي يستعيد البيدة الضائع. على اي حال الابيض حاليا رابط الحصان وبيهدد بالتكسير على المربع سي 6، ولذلك الاسود كمل ببيشوب دي 7 والابيض لعب نايت اف 3 بيهدد بالتكسير على المربع سي 6 ويستعيد البيدة المفقود. على اي حال الاسود رد على تهديدات الابيض بنقلة قوية وهي نايت اي 5، والاسود ترك البيدة. الابيض كمل كسل، ووصلنا للمرحلة الثانية، والاسود هيبني وسط قوي لانه لعب اف 6 ودلوقتي بيهدد بالنقلة اي 5 ويتمسك بالبيدة الزائد، ولذلك الابيض مضطر للتكسير على المربع سي 6 بيشوب تيكس سي 6، والاسود ممكن ياخد بالفيل او بالبيدة، لكن ريتشي لعب بي تيكس سي 6. النقلة دي رغم انها بتحدد مجال الفيل الا انها في النهاية هتبني وسط قوي للاسود، والابيض اخيرا لعب نايت تيكس دي 4 واسترجع البيدة المفقود، لكن الاسود اصبحت مع المبادرة ولعب سي 5 طالب الحصان. لو نظرنا الى هذا الموقف هنلاقي ان البيادق السوداء الاربعة بيكونوا الان كتلة صلبة وقوية في الوسط، والرخين الاسود على استعداد لاحتلال الاعمدة المفتوحة والهجوم على الابيض، والملك الاسود في موقع جيد ومستعد لنهاية الدور والوصول الى الوسط سريعا. وكل هذه المميزات للاسود هي تداعيات الاستراتيجية الخاطئة اللي لعبها الابيض في الدخول في هجوم بدون ادوات كافية. ومن الان فصاعدا ريتي هيبدأ سلسلة من النقلات الرائعة هتدي مزاج جميل للدور. على اي حال الحصان الابيض مطلوب، والابيض لعب نايت اي 2 والاسود لعب كينج اف 7. مع اختفاء الوزراء من الرقعة الملك اصبح في امان، ولذلك الملك في طريقه الى وسط الرقعة لتدعيم بيادق الوسط ويستعد لاخذ دور نشيط في النهاية. على اي حال الدور كامل اف 3 طالب الحصان نايت دي 6، وهنا الابيض لعب بي 3. النقلة دي نقلة اجبارية للابيض، لان الفيل يجب ان يعبأ عن طريق جناح الوزير، لانه مثلا لو ملعبش البي 3 وحاول ان يعبق الفيل على المربع دي 2 الاسود هيلعب ببساطة نايت سي 4 طالب الفيل وبيدق البي 2 والفيل لازم يتراجع، واذا عبق الفيل على المربع اي 3 الاسود هيلعب ببساطة دي 4 طالب الفيل والفيل لازم يتراجع، بينما لو لعب بيشوب اف 4
الاسود حيكمل بإي 5 ويطلب الفيل، والفيل ايضا لازم يتراجع. اذا الابيض مضطر ان يلعب بي 3 ويعبق الفيل عن طريق جناح الوزير. على اي حال الدور كمل إي 5 والبيادق الاسود اصبحت بتمثل خطر داهم على الابيض. اللي كمل ببيشوب إي 3 طالب البيدق، والبيدق ما يقدرش يتحرك لانه مربوط على الحصان، ولذلك الاسود كمل بروك اي سي 8 وبيحمي البيدق. روك اي دي 1 طالب بيدق الدي 5. في المرحلة الثالثة الاسود هيحدد مجال الفيل المنافس لانه لعب دي 4. بالنقلة دي جميع البيادق السوداء اصبحت على مربعات سوداء، وده بيحد كثيرا من مجال فيل الابيض للمربعات السوداء، بينما البيادق على المربعات السوداء بتمثل ميزة للفيل الاسود لانه بيسير على المربعات البيضاء والبيادق لا تعرقل حركته على الاطلاق. على اي حال الدور كمل بنايت سي 1 والاسود لعب نايت اف 5. الحصان بيكسب وقت بالتهديد بالوصول الى المربع اي سي والفوز بفرق، وايضا النقلة دي بترفع الربط عن بيدق السي 5 وبتجعله قابل للتقدم للامام، وهنشوف ان تقدمه للامام هيحسن تقريبا الدور. على اي حال الابيض دافع بروك اف 2. وصلنا للمرحلة الرابعة وهي انشاء موقع امامي للحصان، ولذلك الاسود لعب نايت اي 3. الحصان بيحتل موقع امامي مدعم داخل معسكر الابيض، وحاليا اصبح بيسيطر على الرخين وطالب الان رخ الدي 1، والابيض لعب روك اي 1. وهنا الاسود كمل بنقلة قوية سي 4. النقلة دي نقلة قوية، والابيض مش هيقدر ياخد على المربع سي 4 لانه لو لعب بي تيك سي 4 الاسود هيكمل ببساطة روك تيك سي 4 طالب بيدق السي 2، ولو الابيض حماه بروك اي اي 2 الاسود هيلعب روك اتش سي 8 وحيزوج الرخين على العمود سي، وبيدق سي هيسقط في النهاية، ولذلك الابيض كمل بي 4. وهنا ريتي كمل في نقلاته الرائعة ببيشوب اي 4، والفيل بيضغط ايضا على البيدق سي 2، والابيض مجبر على لعب روك اي اي 2 لحماية البيدق. في المرحلة الخامسة هنشوف الحصان النطاط، وهنشوف بضعة قفزات لهذا الحصان يندر ان نراها في اي دور اخر، وهيبدا بالنقله نايت دي 1. مكان غير مألوف للحصان، لكن على اي حال طالب الرخ الابيض، والابيض كمل روك اف 1 طالب الحصان اللي لعب نايت سي 3، والحصان من موقعه الجديد طالب رخ الاي 2 اللي ما يقدرش يتراجع والا هيترك بيدق السي 2 بدون حمايه، ولذلك الابيض مضطر للعب روك اي اف 2. وهنا الحصان كمل في نقلاته العجيبه ولعب نايت بي 1، والحصان من موقعه الجديد طالب فيل الاي 3. لاحظ ان الحصان لوحده انفق 10 نقلات حتى يزور بيت صديقه الحصان الابيض. على اي حال الابيض كمل بيشوب بي 2، والان ياتي دور سلسله البيادق لحسم الدور، لان الاسود كمل بسي 3 وسلسلة البيادق السوداء اصبحت بتسيطر تماما على الوسط، وتقدمها هو اللي هيحسم الدور. على اي حال الفيل الابيض مطلوب، ولو تراجع الى المربع اي 1 هيخسر فورا بالنقلة نايت دي 2 طالب الرخ روك اي 1، وهنا الاسود هيلعب بيشوب تيك سي 2، والاسود فاز ببيدق، لكن الاهم ان الاسود اصبح له بدقين سالكين ومدعمين ومترابطين، وفي طريقهم بسهولة الى مربعات الترقية، والاسود حيفوز، ولذلك بيشوب اي 1 لا تصلح، ولذلك الابيض كمل بنايت بي 3، والاسود كمل ببساطة بيشوب تيكس بي 3. لو الابيض حاليا اخذ الحصان بروك تيكس بي 1 هتكون نقلة سيئة، لان الاسود هيكمل بيشوب تيكس اي 2 وطالب الرخ وفي نفس الوقت طالب الفيل، ولابد الابيض هيفقد مادة في النهاية، لانه لو لعب مثلا روك اي 1 طالب الفيل الاسود هيرد ببساطة سي تيكس بي 2،
طالب الرخ، والرخ ما يقدرش ياخد الفيل، وإلا الأسود يرقي والأسود حيفوز. ولذلك روك تيكس بي 1 لا تصلح. وإذا أيضا الأبيض كمل بسي تيكس بي 3 الأسود حيفوز بعد سي 2 بيشوب سي 1، وهنا الأسود حيلعب دي 3 وبيهدد بلعب الدي 2، والأسود في كل التفريعات حيفوز بمادة وحيفوز بالدور. ولذلك في الموقف ده الأبيض كمل بA تيكس بي 3، وهنا الأسود كمل بنايت دي 2 طالب الرخ وفي نفس الوقت طالب الفيل روك إي 1. المرحلة السابعة هي السيطرة على الأعمدة الحيوية، ولذلك الأسود كمل ببساطة بروك اتش دي 8، والرخ بيسيطر على العمود الحيوي وبيدعم تقدم بيدق الجي للأمام. وحاليا الفيل الأبيض مطلوب، ولذلك الأبيض كمل ببيشوب سي 1، وهنا الأسود أنهى الدور تقريبا بالنقلة دي 3. بالنقلة دي الأسود أصبح طريقه ممهد للفوز، لان لو الابيض كمل ببيشوب تيكس دي 2 الاسود هيرد ببساطه سي تيكس دي 2 طالب الرخ روك تيكس دي 2، لكن الاسود هيكمل دي تيكس سي 2 طالب رخ الدي 2 وبعد روك تيكس دي 8 روك تيكس دي 8. الاسود بيهدد بروك دي 1 ويرقي البيدق، والابيض ليس لديه دفاع كافي، ولذلك الاسود هيفوز. إذن بيشوب تيكس دي 2 لا تصلح، والأبيض كمل سي تيكس دي 3 روك تيكس دي 3 بيشوب تيكس دي 2، وهنا ريتي اختار ان ياخد بالرخ روك تيكس دي 2، والنقلة دي قربته اكثر واكثر للفوز، والأبيض كمل روك اي 1 طالب بيدق الاي 7. لو الأبيض ملعبش الروك اي 1 وحاول ان يكسر الرخ بروك تيكس دي 2 هيخسر سريعا بعد سي تيكس دي 2 طالب الرخ، والنقلة الوحيدة هي روك دي 1، وهنا الاسود بيلعب روك سي 1 وبيربط الرخ على الملك، وفي كل التفريعات الاسود هيرقي ويفوز. ولذلك روك تيكس دي 2 لا تصلح، والابيض كمل بروك اي 2، والابيض طالب بيدق الاي 7، لكن الاسود تجاهل هذا التهديد ولعب كينج اي 6، لان الابيض لو كمل بروك تيكس اي 7 الاسود هيكمل ببساطه بروك تيكس اف 2 كينج تيكس اف 2، وهنا الاسود هيلعب سي 2 والبيدق هيرقي والاسود هيفوز. ولذلك الابيض لا يستطيع اخذ البيدق وكمل كينج اف 1، والاسود كمل روك تيكس اف 2 تشيك كينج تيكس اف 2 سي 2 الاسود طالب يرقي، والنقلة الوحيدة هي روك سي 1 والاسود لعب كينج دي 5، والملك في طريقه لمساعدة البيدق. وبعد كينج اي 3 الاسود لعب نقلة قوية روك سي 3 تشيك. الكش دي كش هامة لانها بتجبر الملك الابيض على التراجع، وبتدي الفرصة للملك الاسود للتقدم بكينج دي 4. وحاليا الموقع الشرس للملك الاسود حاسم، ولو الابيض حاول يتخلص من البيدق الخطير بروك تيكس سي 2 هتكون نقله سيئه، لان الاسود هيفوز سريعا بروك تيكس سي 2 تشيك كينج تيكس سي 2، وهنا الاسود هيلعب كينج اي 3 والملك في طريقه الى المربع اف 2، وهيفوز ببيادق الابيض في جناح الملك وهيرقي بيادقه وهيفوز. ولذلك روك تيكس سي 2 لا تصلح، والابيض كمل ب اتش 4. المرحلة الثامنة والأخيرة هي تصفية الموقف والوصول لنهاية فائزة. والأسود صفى الموقف بروك دي 3 تشيك كينج اي 2. لو الملك مراحش للمربع اي 2 وكمل بالنقلة كينج تيك سي 2 الأسود هيلعب بنفس الفكرة روك سي 3 تشيك كينج دي 2 روك تيك سي 1 كينج تيك سي 1. ودلوقتي الملك الاسود له طريقتين للفوز، اما التوجه الى جناح الوزير وتصفية الموقف وترقية بيته ويفوز، او التقدم الى جناح الملك وتصفية البيادق في جناح الملك وترقية بيادقه ويفوز. ولذلك كينج تيك سي 2 لا تصلح، والاسود كمل بكينج اي 2، وهنا الاسود لعب كينج سي 3 والابيض سلم.
الابيض سلم لان الاسود فكرته بسيطه للغايه، هيلعب في النقله القادمه روك دي 3 ويجعل الرخ محمي بالبيضة، والملك هيتوجه الى المربع بي 2 طالب الرخ او ترقيه البيضة، والاسود هيفوز لان بالطبع الملك الابيض لا يستطيع الذهاب الى العمود دي لمعاونة رخه لوجود الرخ الاسود. وبالطبع نحن جميعا استمتعنا بهذا الدور وبنقلات ريتشارد ريتي الساحرة والدقيقة وكذلك بالحصان النطاط، ولكن لو كان فيه درس وحيد ممكن نخرج بيه هو عدم اندفاع للهجوم بدون تحضير كافي وبدون وجود قوات تساند هذا الهجوم كافية. ودلوقتي اقول لكم الى اللقاء في الفيديو القادم، وارجو اذا اعجبك محتوى هذا الفيديو لا تتردد في الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو والمشاركة بتعليقاتك.